صباح الفل وانت طيبه. كل صباح الورد. صباح الفل. يلا يا مارو يا مارو اصحى يا حبيبي. اللانش بوكس بتاعك. ايه ده؟ فوق انت بجد عامل لي لانش بوكس؟ اه طبعا عامل لك لانش بوكس. امال انت عايزه تقعدي طول اليوم غير اكل؟ انا ما بقتش صغيره على كده على فكره. بعدين انت كده هتكسفني قدام صحابي. اكسفك؟ اكسفك ليه يعني؟ هم الكبار ما بياكلوش ولا ايه؟ لا بياكلوا بس مش في لانش بوكس. طيب يلا احنا كده بنهري وعاملين ضيع في وقت على الفاضي. مش شفت الباص لسه مكلماني دلوقتي والباص هيوصل كمان دقيقتين. يلا يلا يا ابني اصحى يا ابني يا ابني اصحى يا ابني ما تدوخنيش معاك. يلا الباص هيوصل يلا قدامي.